قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: باب حد القذف. القذف من كبائر الذنوب، بل من السبع الموبقات، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وقال الله تبارك وتعالى: الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك عند الله هم الفاسقون، أو أولئك هم الفاسقون. فالشاهد من هذا أن القذف من كبائر الذنوب، قذف الناس بالزنا. المقصود بالقذف قذف الناس بالزنا، والرمي بالزنا أو الشهادة إذا لم تكتمل، كل هذا يعتبر من القذف. يعني من قذف إنسانا مباشرة قال له يا زاني أو ما شابه ذلك، أو شهد عليه بالزنا ولم تكتمل الشهادة، يعني شهد وحده، شهد اثنان، شهد ثلاثة، كلهم يجلدون حد القذف ما لم تكتمل أركان الشهادة وهي 4 شهداء من الرجال. فهذا يسمى القذف عند الله جل وعلا.